بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على الجزء الثاني من الانزيمز. بالنسبه للانزيمز كنا قلنا ان من ضمن الحاجات بتاعتها ان في حاجه اسمها الريت بتاع الاكشن بتاع الانزيم. الريت بتاع الاكشن بتاع الانزيم ده قلنا ان في حاجات بتزود الريت وحاجات بتقلل الريت. من ضمن الحاجات اللي كانت بتزود الريت وبتقلل الريت في الفاكتورز دي قلنا ان عندي حاجه اسمها الاكتيفيتور وعندي حاجه اسمها الانهبيتور. حاجه اسمها الفيتو وحاجه اسمها الانهبيتور. يعني ايه؟ يعني في شويه حاجات بتنشط الانزيم وبتخليه يشتغل بمعدل اسرع وحاجات ثانيه بتهبط الانزيم وبتخليه ما يشتغلش. اللي بتخليه ما يشتغلش دي ممكن اقسمها الى نوعين، يا اما بتخليه ما يشتغلش شويه صغيرين ويرجع ثاني، يعني حاجه اسمها ريفرسبل. ريفرسبل يعني يقدر يرجع ثاني للمعدل الطبيعي بتاعه ويشتغل، او حاجات بتخليه ما يشتغلش خالص ويبوظ للابد، ده اسمه الريفرسبل انهبيشن. يبقى عندي في ريفرسبل انهبيشن وايه ريفرسبل انهبيشن. بالنسبه للاكتيفيتورز اللي بنتكلم عنهم دول، فالاكتيفيتور دول زي ايه؟ مثلا لو في انزيم، الانزيم ده اخره ماسك فيه كده ديل ليه او ديل ده كده شويه بالبايبس كده بالبايب ماسك فيه الاخر ما خليهاش عليه بيشتغل. يبقى انا لو شلت البايب دي كده يبقى الانزيم هيقدر يشتغل. بمعنى لو عندي حاجه مثلا زي البيبسينوجين، البيبسينوجين ده عباره عن انزيم ماسك فيه البيبتايد بوند جين دي البيبتايد اللي بتعمل له انهبيشن. لو جيت رحت عملت لها لو شلتها كده وخليته بيبسين بس ساعتها كده انا شلت الانهبيتور البيبتايد اللي بتعمل له انهبيشن يبقى الانزيم بقى اكتف يشتغل. او حاجه زي مثلا التريبسينوجين، التريبسينوجين برضه نفس القصه ماسك فيه الانهبيتور البيبتايد يعني البيبتايد اللي بتعمل له انهبيشن. يبقى لو شلتها بقى تريبسين، تريبسين كده بقى اكتف يقدر يشتغل. يبقى ده احد انواع الاكتيفيتور بتوع الانزيمز. في حاجه نوع ثاني من نوع الاكتيفيتور بتوع الانزيم رقم اثنين فيه هو الحاجات اللي ليها علاقه بالنيدلز. الحاجات اللي ليها علاقه بالميتالز يعني اللي ليها علاقه بالمعادن. بمعنى ايه؟ في انزيمات، بعض الانزيمات، الانزيمات دي بتحتاج المعادن. الانزيمات اللي بتحتاج المعادن دي بقدر اقسمها لنوعين، نوع اسمه ميتال اكتيفيتد انزايم، ميتال اكتيفيتد انزايم، ونوع تاني اسمه ميتالو انزايم. ايه الفرق بين الميتال اكتيفيتد انزايمز والميتالو انزايمز؟ الميتال اكتيفيتد انزايمز عباره عن انزيمات، ميتال اكتيفيتد انزايمز عباره عن انزيمات بتحب تشوف الميتال في الوسط اللي هي فيه عشان يحصل لها اكتيفيشن. بمعنى ايه؟ لو جيت على انزيم زي الاميليز، الاميليز ده لما يدخل فيه وسط كده لما يخش في الوسط بيحب يتفرج قوي على منظر الكلور، لو شاف الكلور يحصل له اكتيفيشن ويشتغل. تمام؟ اذا الميتال هنا مش جوه الانزيم، الميتال هنا بره الانزيم، بس الانزيم بيحب يلاقيه في الوسط عشان يقدر يشتغل. اما الميتال انزايمز دي معناها ايه؟ انزيمات، شوف الكلمه، محطوطين مع بعض، يعني انزيمات محطوطه جوه تركيب الانزيم نفسه. بمعنى ايه؟ لو خدنا انزيم زي السيتوكروم اوكسيديز، الانزيم بتاع السيتوكروم ده اوكسيديز ده لو جيت ابص عليها قدام الانزيم مثلا في المنظر ده الاقي جوه التركيب بتاعه كده فيروس حديد. اذا الميتال انزيم انزيمات موجود في التركيب بتاعها الحديد او موجود في التركيب بتاعها الميتال. اما الميتال اكتيفيتد انزيم معناها انزيمات بتحب تشوف الميتال في الوسط عشان تشتغل. ده تاني نوع من الاكتيفيتد. النوع الثالث اللي هناك النوع الثابت بتاعنا اللي هو الاندستريك. قلنا نوع الاندستريك اكتيفيتور ده كده، قلنا الاندستريك عباره عن ايه؟ اي انزيم بيبقى فيه كاتاليتيك سايت، الجزء اللي بيشتغل بيمسك في السبستريت، وفي الاندستريك سايت ده المفتاح بتاع التشغيل يقدر يشغله ويقدر يوقفه، ففي الاندستريك اكتيفيتور. رابع حاجه من ضمن الحاجات الاكتيفيشن عندي حاجه اسمها الكوفيلنت موديفيكيشن. وكلمه كوفيلنت موديفيكيشن دي يعني ايه؟ كلمه كوفيلنت موديفيكيشن يعني فوسفوريليشن وديفوسفوريليشن. يعني ايه؟ يعني في بعض الانزيمات كده لو عملت لها فوسفوريليشن تتنشط ودي فوسفوريليشن تتهبط تبوظ ما تشتغلش، مش تبوظ ما تشتغلش او يقل الشغل بتاعها. في انزيمات ثانيه لو عملت لها فوسفوريليشن يعني لو حطيت لها فوسفور تتهبط ودي فوسفوريليشن لو شلت منها فوسفور تتنشط. تمام؟ طب ده على اساس ايه؟ قال لك الانزيمات هنا دي مقسومه نوعين، في انزيم اسمه انابوليك انزايم. يعني ايه انزيم انابوليك انزايم؟ انابوليك انزايم يعني انزيم بيبني. الانزيم اللي بيبني الانابوليك انزايم ده هو بيبني وبيكون، بيجيب حته جلوكوز يحط معاها جلوكوز ثاني وجلوكوز ثالث عشان يكون جلايكوجين مثلا. وبالتالي الانزيم اللي بيبني ده لو حطيت له فوسفيت او فوسفور، مجموعه الفوسفور اللي بتتحط دي بتزود الحمل عليه اكتر، يوم يقل شغله ما يعرفش يشتغل. انما لو شلت من عنده الفوسفيت دي يبقى يشتغل بمعدل اسرع ويبني اكتر، وبالتالي الفوسفوريليشن بيهبطه والديفوسفوريليشن بينشطه. مجموعة الانزيمات التانية اللي هي بتتأثر برضه هي الكاتابوليك انزايم. الكاتابوليك انزايم دي اللي هي بتكسر، بتلاقي كده جلوكوز جلايكوجين كده تروح مكسراه إلى
وحدات جلوكوز لوحدها. الانزيم اللي بيكسر ده الكاتابوليك هو لو حطيت له فوسفور بينوره بالطريقه وهو بيكسر يشتغل بمعدل اسرع، يبقى الفوسفوريليشن هينشطه. لو عملت له دي فوسفوريليشن يعني لو قللت لو شلت منه النور حطيت النور عليه وهو بيكسر مش هيعرف يكسر، يبقى مش هيشتغل، يبقى دي فوسفوريليشن اللي هيحطه. يبقى كلمه كوفيلنت موديفيكيشن مقصود بيها فوسفوريليشن ودي فوسفوريليشن. في حاجه كمان قبل ما ندخل على الانهبيتور، حاجه اسمها الاندكشن والريبريشن. كلمه اندكشن يعني ايه وكلمه ريبريشن يعني ايه؟ كلمه اندكشن وكلمة ريبريشن هي كلمة اكتيفيشن وكلمة انهبيشن، ولكن الفرق ان انا مش بعمل اكتيفيشن للانزيم او بعمل انهبيشن للانزيم، لا بعمل اكتيفيشن للجين بتاع تكوين الانزيم او انهبيشن للجين بتاع تكوين الانزيم. لما اعمل اكتيفيشن للجين بتاعه هيقوم يطلع الجين ده مسجر ار ان اي وليه ده وبتاع عشان يطلع البروتين في الاخر. البروتين ده بتاع الانزيم يقوم يزود كمية الانزيم. لما يزود كمية الانزيم هيشتغل بمعدل اسرع، الريت بتاعه هيزيد. انما الريبريشن يعني بعمل انهبيشن للجين، بخلي الجين ما يكونليش البروتين بتاع الانزيم، يبقى هقلل تكوين البروتين، يبقى هقلل الشغل بتاعه، وبالتالي يبقى بعمل اكني بعمل انهبيشن. الاندكشن والريبريشن هي اكتيفيشن وانهبيتور، ولكن اكتيفيشن وانهبيتور دي الجين اللي بيكون البروتين. كده اتكلمنا على الاكتيفيتورز. لما نيجي نتكلم على الانهبيتور هنلاقي الانهبيتور ده بيحصل بطريقه من اثنين. ايه هما الطريقتين دول؟ الطريقه الاولانيه حاجه اسمها كومبتيتيف انهبيتور، والطريقه الثانيه حاجه اسمها نون كومبتيتيف انهبيتور. طيب ايه الفرق ما بين كلمه كومبتيتيف انهبيتور ونون كومبتيتيف انهبيتور؟ الفرق يعني كومبتيتيف يعني ايه؟ كومبتيتيف يعني تنافسي. طب يعني ايه تنافسي؟ كلمه تنافسي يعني في حاجه بتتنافس عشان تعمل انهبيشن. وهنعرف بتتنافس مع ايه؟ اما نون كومبتيتيف يعني مالهاش دعوه، ما بتتنافسش. طب يعني ايه برضه؟ قال لك يعني الاتي، انا لو عندي انزيم كده اهو، ادي الكاتاليتيك سايت، الكاتاليتيك سايت ده عندي فيه السبستريت بتاعي اهو، ده السبستريت وده الانزيم اللي جاي يمسك فيه الكاتاليتيك سايت اللي هي الحته دي مكانه، تمام؟ طيب عشان اعمل انهبيشن للانزيم ده ما يشتغلش قدامي طريق من اثنين، بالعقل كده ما فيش ثالث اعمله، اللي هو ايه؟ الطريق الاولاني ان انا اروح جايب ماده تروح ماسكه هنا مكان السبستريت ما يمسك، فالسبستريت لما يجي يمسك ما يعرفش يمسك، وبالتالي يبقى انا اكيد عملت انهبيشن للانزيم انه يمسك السبستريت عشان يشتغل. دي اول طريقه. الطريقه الثانيه ان انا ممكن اعمل ايه؟ ان انا اسيب السبستريت يمسك براحته خالص مفيش اي مشكله. واروح على الانزيم كده من ورا كده واروح مبوظ فيه حاجه. لما ابوظ فيه جزء كده في الانزيم يبقى انا كده بوظت الانزيم اللي ماسك السبستريت، وبالتالي مش هيقدر الانزيم ده يشتغل. طيب لو جينا نشوف القصه ديت هي دي معنى كلمه كومبتيتيف انهبيشن ورن كومبتيتيف انهبيشن. بمعنى كومبتيتيف يعني تنافسي، يعني في ماده بتيجي من بره تتنافس مع السبستريت عشان تمسك قبله وتاخد مكانه عشان تعمل انهبيشن للانزيم وما يمسكش في السبستريت. وبالتالي كومبتيتيف في ماده جايه من بره، ماده رقم اثنين جايه مع الماده واحد اللي موجوده اصلا اللي هو السبستريت بتاعي. ماده ثانيه جايه عشان تتنافس مع ده، مين اللي هيمسك هنا عشان تبوظ الانزيم ويخليه ما يشتغلش. اما النون كومبتيتيف معناها ايه؟ مفيش غير السبستريت بس، مفيش مواد ثانيه معاها حاجه، مفيش ماده ثانيه، هو السبستريت بس اللي يمسك. بس الحاجه اللي هتيجي من بره هتيجي تروح ماسك فيه الانزيم من بره كده وتروح مبوظه فيه جزء عشان ما يشتغلش. طيب لو جيت ابص كده عايز اعرف ثلاث حاجات، حاجه اسمها الفي ماكس وحاجه اسمها الـ KM، اشوف الايفكت بتاعها هنا هتزيد ولا تقل، واشوف في النون كومبتيتيف هتزيد ولا تقل. عشان الفرق الاول ان في نون كومبتيتيف فيه وعين في نون كومبتيتيف، في حاجه اسمها نون كومبتيتيف ريفرسبل وحاجه اسمها ريفرسبل. يعني ايه ريفرسبل ويعني ايه ريفرسبل؟ ريفرسبل يعني راجعي، يعني يقدر يزيد بعد ما يبص شويه يقدر يصلح نفسه كده ويرجع تاني طبيعي وما فيهوش اي حاجه ويشتغل، يبقى بص شويه صغيرين وبعد كده اشتغل. اما الريفرسبل معناها تنزيل باظ نهائيا الى الابد مش هيشتغل، باظ كده خلاص الانزيم. طيب الاول عشان اشوف في ماكس تقسيمها هنا وهنا وهنا لازم اعرف حاجه. لازم اعرف ايه؟ لازم اعرف ان الفي ماكس دي ازاي اقدر اوصل لها؟ اقدر اوصل لها بحاله واحده بس مفيش غيرها، هي ان كل الانزيمات او كل السبستريتس كل السبستريت تبقى ماسكه فيه كل الانزيمات.
يعني لو عندي 10 سبستريت، اول ما ال 10 سبستريت دول يمسكوا في ال 10 انزيمات ويشتغلوا، يبقى ال 10 سبستريت ماسكين في 10 انزيمات زيهم مشغلين، اوصل كده للفي ماكس. تمام؟ انما لو في سبستريت مش ماسك، يعني لو في 9 بس سبستريت اللي ماسكين، مش هوصل للفي ماكس، لان لسه في حاجات مش شغاله. لو في ال 10 انزيمات كلهم شغالين بنفس المعدل، يبقى هوصل للفي ماكس. لو 9 انزيمات بس اللي شغالين، يبقى لسه في، لو في سبستريت واحد مش شغال، يبقى مش هوصل للفي ماكس. طيب يعني ايه كي ام؟ كي ام يعني افينيتي. يعني ايه افينيتي؟ يعني درجة الحب. وهنفسرها دلوقتي. تعالوا نشوف كده الأول، أقدر أوصل للفي ماكس هنا ولا هنا ولا ما أقدرش في الحالتين؟ بداية كده دلوقتي أنا عندي إنزيم أهو. آدي الإنزيم. وجاي له مادة واحد وجاي له مادة اثنين. تمام؟ طيب. عندي 10 إنزيمات جاي لهم مادة واحد ومادة اثنين. ال 10 إنزيمات دول عايزين يمسكوا في السبستريت ده. 10 سبستريت جايين هيمسكوا في ال 10 إنزيمات قبل ما المادة اثنين تيجي. ال 10 سبستريت هيمسكوا في ال 10 إنزيمات ويوصلوني للفي ماكس وكده زي الفل. طب لو جبت بقى مادة ثانية رحمة كده تمسك، إيه اللي هيحصل؟ المادة الثانية دي هتيجي وليكن جبت 10 من المادة الثانية، هيجي يزقه شوية ويمسك خمسة منها أو يمسك خمسة من دي، وبالتالي السبستريت مش ال 10 هيشتغل ويمسكوا فيه الإنزيمات، فيحصل شوية إنهبيشن. طيب هل في احتمالية إن أنا أرجع تاني أرجع ال 10 سبستريت يمسكوا في ال 10 إنزيمات؟ آه. إيه الاحتمالية دي؟ لو خليت السبستريت دول 1000 سبستريت حطيتهم في الوسط، ال 1000 دول هيزقوا ال 10 دول وهيمسك منهم 10 في الانزيم، في ال 10 انزيمات، يبقى ال 10 انزيمات هيبقوا ماسكين في 10 سبستريت زيهم، ساعتها 10 انزيمات هيمسكوا ال 10 سبستريت اللي زيهم، وبالتالي هوصل للفي ماكس. اذا هقدر اوصل للفي ماكس في الكومبتيتيف امتى؟ لو زودت كميه السبستريت، ساعتها السبستريت كله هيمسك في الانزيم، فكل الانزيمات هتبقى شغاله، وبالتالي هوصل للفي ماكس. طيب امال الجي ام، الجي ام دي درجه الحب، هتتاثر ولا مش هتتاثر؟ اكيد. نشوف كده دلوقتي الماده دي الانزيم ده ما كانش قدامه غير سبستريت واحد، فكان بيحبه بمعدل ما فيش غيره، وبالتالي بيحبه مثلا بمعدل 80%. لما حطيت له ماده ثانيه كده في الوسط، بص للماده الثانيه فقال له خلاص انا مش هحب، ما عدتش هحبك 80%، هوزع الحب ما بين كل الاثنين، فكل واحد ياخد 40، او لو بحبك انت اكتر انت هتاخد 50 وهو هياخد 30. وبالتالي لما شاف الواد الثاني قدامه بدا يوزع درجه الحب او درجه الافينيتي ما بينهم، ما عادش ليه نفس الافينيتي للماده الاولانيه. الافينيتي او الحب اتغير، يبقى الكي ام هيتغير، درجه الحب هتقل. ليه؟ لانه لما كان قدامه سبستريت واحد كان افينيتي معينه، لما حطيت معاه اكتر من واحد بدا يفكر وقلل الافينيتي على السبستريت ده، لانه ليه كمان افينيتي على السبستريت الثاني. وبالتالي الكي ام هيقل. تعالوا نشوف الريفرسبل كده، الريفرسبل وايه والريفرسبل. لو عندي انزيم كده، الانزيم ده المفروض ان هو هيمسك فيه سبستريت. هيمسك فيه سبستريت. لو جينا نبص للقصه دي كده، لما يجي المثل هتيجي تعمل الانهبيشن هنا اسمها نون كومبتيتيف، يبقى مش هتيجي تمسك فيه كتالين سايد خالص، هتسيب عادي جدا السبستريت يمسك فيه المكان الطبيعي بتاعه، مفيش اي مشكله. امال المشكله هتحصل امتى؟ انه هيروح جاي كده من ورا ومبوظ حته فيه الانزيم. لو بوظها شويه صغيرين، يعني شال شويه هيدروجين وهيدروكسيد وبتاع، شويه صغيرين كده بحيث انها تقدر ترجع تاني، يبقى اسمها ريفرسبل. لو مسك في الانزيم كده بكوفيرنت بوند كله كده ماسك فيه الكوفيرنت بوند ربطه كده، بقى الريفرسبل، ما عادش الانزيم ده هيشتغل تاني. طيب الريفرسبل ده لو كان عندي 10 انزيمات ماسكين في 10 سبستريت، لو عندي 10 انزيمات ماسكين في 10 سبستريت كويس، هيطلعوا لي البي ماكس، ده الطبيعي. طيب لما اجي بقى ابوظ ثلاث انزيمات، او لما اجي اعمل ريفرس بالنار كومبتيتيف، اروح جاي على ثلاثه منهم كده واروح مبوظهم من ورا مخليهم مش شغالين، هيتفضل لي كام انزيم اللي شغال؟ سبعه. يبقى سبعه اللي شغالين، يبقى حتى لو السبعه كلهم ماسكين في السبستريت، ماسكين في سبعه سبستريت زيهم، لو كلهم حتى ماسكين انا برضه ما وصلتش للفي ماكس، لان الفي ماكس كانت كام؟ كان المفروض الفي ماكس بتاع 10، دلوقتي هم سبعه بس اللي شغالين، لان في ثلاثه مش شغالين، وبالتالي الفي ماكس مش هقدر اوصل لها. لان ما عندوش 10 بقوا 7 بس، لان في 3 باظوا. تمام؟ مهما زودت السبستريت عشان يمسك، لانه حتى لو مسك هنا ما اشتغلش برضه. طب الكي ام الافينيتي، الافينيتي هي هي درجه الحب اللي ما بينهم هي هي، ما فيش اي مشكله، لان ما فيش اصلا سبستريت تاني جه بقسم درجه الحب، لو يحب السبستريت ده بمعدل 80% هيبقى هو 80%
مفيش ماده ثانيه جت تاخد منه جزء من الافينيتي، وبالتالي هو اولاد الموضوع بتاع الكيم. يبقى الكيم ثابته، البي ماكس هنا ليه بي ماكس هتقل؟ لان عدد من الانزيمات هيبدا مش هيشتغل معايا، هيحصل له ريدز وانا مش هشتغل. انما هنا الانزيمات كلها هتشتغل، الانزيمات كلها هتشتغل حتى لو هي مش ماسكه بالسبستريت. لو زودت كميه سبستريت قوي هتزيح الحاجه اللي بتعمل كومبتنت انا بشر، وهتبدا تمسك هي وتشتغل. فكل الانزيمات تقدر تشتغل، اقدر اوصل للبي ماكس، وهناك ما اقدرش اوصل ان في عدد منهم مهبوص. لو جيت ابص على الحته الثانيه بتاعت الكي ام، درجه الحب هنا هتتقاسم لان بقى في مادتين، يبقى الكي ام هتتغير، الافينيتي هتقل، الكي ام هتزيد. انما هنا الكي ام ثابته، السبستريت هو اولاه، ما حطيتش ماده ثانيه، يبدا الانزيم يفكر هو هيبص لنا ولا لا. طيب ده الجزء الخاص بالانهبيتورز والافينيتي. طبعا المثال على الكومبيتد هنا، طبعا الكومبيتد لازم تبقى الماده شبهها عشان تيجي تمسك كده، الماده تيجي تمسك كده مكان السبستريت، يبقى لازم يبقى شويه شبه السبستريت. فعندي الساكسينيك اسيد كده والمالونيك اسيد، الاثنين دول المالونيك اسيد ده ماسك فيه سي او اتش كده تقريبا، والثاني سي ان بعد كده سي او اتش، يعني قريب منه شويه. الاثنين دول المهم ده الساكسينيك والمالونيك، الاثنين دول شبه بعض، وبالتالي المالونيك ممكن يروح يمسك مكان الساكسينيك اسيد في الساكسينيك اسيد دي هيدروجينيز انزايم ويعمل له كومبتيتف انهبيشن. انما هناك هلاقي حاجه زي مثلا السستاين لما بشيل السلطه، لما بحط ليد بيشيل السلطه هيدرايل جروب، السلطه هيدرايل اللي هي الاي اس اتش هيشيلها من السستاين بتاع الانزيم ده، يقوم يبوظ شويه، رجع السلطه هيدرايل جروب تاني هيبدا يشتغل. ده الجزء بتاع الاكتيفيتور، هو الجزء بتاع الايزو انزايمز. يعني ايه كلمه ايزو انزايمز؟ انزايمز يعني انزيمات، ايزو يعني نفس او شبه، يعني انزيمات شبه بعضها. بمعنى الايزونزايمز دي عباره عن مجموعه انزيمات، مجموعه الانزيمات دي بتشتغل على نفس السبستريت وبتديني نفس البرودكت. طب طالما الانزيمات دي بتشتغل على نفس السبستريت وبتديني نفس البرودكت، امال ايه الاختلاف؟ او ليه اقول عليها ايزونزايمز؟ قال لك الاختلاف ما بينهم في حاجتين اللي هم ايه؟ الاختلاف هيبقى في الكيميكال والفيزيكال بروبرتيز. يعني ايه؟ خصائصها الفيزيائيه والكيميائيه. يعني عندي انزيم اسمه احمد وانزيم اسمه محمد وانزيم اسمه علي، الثلاث انزيمات دول بيشتغلوا على ماده سين ويطلعوا صاد، وبالتالي الثلاث انزيمات مشتركين ان هم بيشتغلوا على نفس السبستريت ويطلعوا نفس البرودكت. الاختلاف ايه؟ احمد طويل ومحمد قصير وعلي متوسط. اذا ادي فيزيكال بروبرتيز، احمد ده مثلا الالكتروفوريسيس بتاعه كذا وده كذا وده كذا، او التشارج بتاعه او الريجولار سايز بتاعه اكبر من ده اكبر من ده، وبالتالي ادي الكيميكال بروبرتيز المختلفه. الحاجه الثانيه احمد ده قاعد في سموحه ومحمد في الابراهيميه وعلي في سيدي بشر، وبالتالي يبقى الاختلاف الثاني ما بينهم هو ايه؟ الاختلاف الثاني ما بينهم هو الاورجان او السايد بتاع الاكشن، يعني ايه؟ المكان اللي هم شغالين فيه. احمد شغال في البرين وعلي شغال في المصل ومحمد شغال مثلا في الليفر، تمام؟ طب ده بيفيدني بايه؟ بيفيدني ان انا مثلا لو لقيت احمد جاي وهدومه مقطعه ومحروق اقول ايه؟ اقول يبقى اكيد في حديد في سموحه، لان احمد ده من سموحه. لو لقيت محمد اللي جاي بهدومه مقطعه وفيه ومولع نار، يبقى اكيد الحديد ده كان في الابراهيميه. انما لو لقيت علي يبقى اكيد الحديد ده في سيدي بشر، مش معقول الحديد في الابراهيميه واللي بتاع سيدي بشر هو اللي جاي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا المفروض الانزيم ده موجود جوه الخليه بمستوى طبيعي كده بتاعت الاورجان مثلا سين، تمام؟ لما الاورجان ده يبوظ ويتكسر ويحصل فيه مشاكل الخليه دي هتفرقع. لما الخليه دي تفرقع الانزيم اللي كان جوه الخليه ده هيطلع بره، هينزل لي في ايه؟ في الدم. ابص انا بقى على الدم لما اجي ابص اشوف في ايه؟ هلاقي في ماده غريبه كده. اروح محلل الماده دي هيقول لي ده الانزيم تبع عيله كذا. هقول له بقى تعالى هل الانزيم ده، شوف لي بقى الانزيم ده هو نوعه ايه؟ هيقول لي نوعه احمر اللي هو اصلا كان في البرين. يبقى اكيد المشكله الاورجن اللي باظ كان برين، فلما البرين باظ طلع الانزيم اللي موجود في البرين واترمى فيه الدم. لا ده الانزيم ده اسمه عرق اللي موجود مثلا في الليفر، يبقى اكيد الليفر هو اللي حصل فيه تكسير او حصل فيه مشكله، او سين او صاد او عين او هكذا. المثال اللي عندنا مثال معروف جدا، انزيم اسمه اللاكتيك اسيد دي هيدروجينيز. المثال اللي عندنا هو انزيم اسمه اللاكتيك دي هيدروجينيز. انزيم اللاكتيك دي هيدروجينيز ده عباره عن انزيم عباره عن اربعه عصبيات، يعني اربع كور كده ماسكين في بعض. الكور دي احد انواع كوره من نوع اتش او كوره من نوع ام، تمام؟ طيب الاحتمالات اللي عندي ايه؟ الاحتمالات اللي عندي اثنين ثلاثه، اتش 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 اتش
4 اتش 3 اتش 1 ام 2 اتش 2 ام 3 ام 1 اتش او 4 ام. تمام؟ طيب دول الاربع انواع موجودين في ديفرنت ديش. تمام؟ لو جينا نبص كده عليهم ايه هم الديفرنت ديش اللي هم موجودين فيهم؟ اول حاجه ال 4 اتش او 3 اتش 1 ام دول كلهم اتش 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 او 3 اتش يبقى كلهم اتش يبقى ار يبقى دول موجودين في الار. طيب اللي كان اتش و2 ام دول بالعقل بقى لان في 2 و2 يبقى في عقل طالما في عقل يبقى كده موجودين دول في البرين يبقى الاثنين اتش و2 ام بالاتزان والعقل يبقى موجودين في البرين. طب 4 ام ام ماسل يبقى موجودين في الماسل. طيب ال 3 ام 1 اتش هتلاقيهم برضه موجودين في الماسل او موجودين في الرينا تيشو. يبقى لو حصل مشكله في البار هلاقي لك الدايلوجيشن دي هنا بالنسبه لك الدايلوجيشن اللي هنا ده اروح محلله واشوف الصبيانه بتاعته ايه الاقيها اربع اتشات هتاكد فعلا المشكله في البار. تعالى لو حللت ولقيتهم اتشين والميل اقول له المشكله عباره عن في البار ده مشكله في البرين لان الصبيانه بتاع لك الدايلوجينيز ده 2 اتش 2 ام صبيانه. تمام؟ نفس فكره احمد وعلي وسيلفيشن القصه اللي احنا سايبينها. طيب ايه اهميه الازمات او كم في كم نوع من الازمات؟ عندي نوعين من الانزيمات اللي هم اول نوع من الانزيمات حاجه اسمها طبعا احنا بنتكلم دلوقتي على البلازما انزيمز. البلازما انزيمز عندي فيها نوعين حاجه اسمها فانكشنال بلازما انزيم ونون فانكشنال بلازما انزيم. يعني ايه؟ باختصار شديد الفانكشنال بلازما انزيم يعني الانزيمات موجوده في البلازما في الدم ادي الدم اهو الاقي ماشي في الدم كده انزيمات. الفانكشنال دي يعني ايه؟ يعني ليها لازمه ليها لازمه في الدم. نون فانكشنال يعني ملهاش لازمه في الدم. طيب الانزيمات اللي ليها لازمه في الدم والانزيمات اللي ملهاش لازمه في الدم لو جيت تحللهم كده يعني ايه ليها لازمه وايه ملهاش لازمه؟ قال لك الانزيمات الفانكشنال لازمه الانزيم دي موجوده في الدم يبقى اكيد هتبقى اكيد هي السبستريت بتاعها موجود في الدم وبتعمل رياكشن في الدم عشان تطلع برودكت في الدم واكيد موجوده بنسبه كبيره في الدم الطبيعي. انما اللي ملهاش لازمه في الدم دي معناها ايه؟ معناها انها موجوده بنسبه قليله في الدم. السبستريت بتاعها مش في الدم ده الاورجن عادي. البرودكت بتاعها ده الاورجن ملوش اي دعوه. والرياكشن اللي هي بتعمله بتعمله في العضو بتاعها مفيش اي مشكله. وموجوده بنسبه قليله في الدم. حاجه كده على بالنا ايه؟ زي وسيله نقل بتروح بين الاورجن بتاعها مش اكتر. تمام؟ وبالتالي دي لو علت يبقى في مشكله. انما دي طبيعي عاليه زي الانزيمات اللي بتعمل مثلا بروتين الميكانيزم الانزيم اللي بيعمل بروتين الميكانيزم لو جينا نبص عليه بيعمل رياكشن جوه الدم نفسه وبالتالي المفروض لازم فانكشن لان ليها علاقه. النقطه الثانيه ده انا ليه بنسبه عاليه طبيعي. انما لو لقيت انزيم زي ده كده الاندروجينيز ده عادي نون فانكشن ملوش لازمه طب جاي تعمل ايه هنا؟ هلاقيها عالي يبقى في مشكله ابدا احلل واشوف كام صبيانه فيه واقول ده تبع انهي اورجنز. دي كانت باختصار يعني ايه كلمه فانكشن ويعني ايه نون فانكشن لازم انزل. طبعا الترايكوسيتيز والترانس اناليز دول دي خمسه. في كمان حاجه اسمها تيومر ماركرز انزايمز ناس تيومر ماركرز. طبعا التيومر ماركرز دول نفس فكره الميزو انزايمز كده حاجه مش موجوده في التشوز حاجه موجوده في التشوز وبتزيد لما التشوز هيحصل فيه تيومر بنلاقي نسبتها بتبدا تعمل فيه يعني. نفس الفكره بغض النظر مفيش اي مشكله. احنا عايزين نقوله بقى دلوقتي الاكزامبلز بتاع الانزيمز. اول نوع من الانزيمز حاجه اسمها اوكسيدولاكتيز. ده اول انزيم عندي في الانزيم. كلمه اوكسيدولاكتيز يعني ايه؟ انزيمات از بتعمل اوكسيديشن بتعمل ريدكشن. طيب الاوكسيديشن ده بيحصل بكام طريقه؟ الاوكسيديشن بيحصل بثلاث طرق اللي هم ايه؟ لو انا حطيت اكسجين او شلت هيدروجين او شلت الكترون. دي كلمه اوكسيديشن وطبعا ريدكشن مع الاوكسيديشن الاثنين عمليه واحده لان اللي بيحصل له اوكسيديشن بيبقى عندي لازم ريدكشن حاجه يحصل لها ريدكشن. طيب الاوكسيدولاكتيز دول قال لي انا عندي كام نوع فيهم؟ اول نوع خالص هو حاجه اسمها الاوكسيديز وعندي حاجه ثانيه اسمها دي هيدروجينيز وعندي حاجه ثالثه اسمها الاوكسجينيز واخيرا حاجه رابعه اسمها هايدرو بيروكسيز. دول الاربعه تعالوا نشوفهم كده يعني ايه اول قبل ما نخش ونقول دول ايه؟ الاوكسيديز والدي هيدروجينيز الاثنين دول بيشتركوا في حاجه واحده بيشيلوا هيدروجين.
الاكسيديز والديهيدروجينيز الاثنين دول بيشيلوا بعض الجينات. الاكسجينيز بيحط اكسجين. حط اكسجين. الهيدروكسيديز ده بيجي انزيم ايه شغال على الهيدروجين بيروكسيد. هيدروكسيديز هيدروجين بيروكسيد هو H2O2. اشمعنى كده ان هو سبيشال كده استخدمناه؟ لان الهيدروجين بيروكسيد اصلا ماده مضره جدا للفراجيلتي بتاع السلم برين، والسلم برين اللي بيحصل فراجيلتي لو زادت بتبوظ الخليه اصلا، وبالتالي لازم اتخلص منها. طلعت لها انزيم مخصوص اسمه هيدروجين بيروكسيد. الاكسيديز او الانزيم والديهيدروجينيز الاثنين بشيلهم هيدروجين. طب ايه الفرق ما بين الاكسيديز والديهيدروجينيز؟ الاثنين بشيل هيدروجين، بس الفكره بقى او الفرق في بشيل الهيدروجين اوديه على ايه؟ لو شلت الهيدروجين وحطيته ووديته على جبت له اكسجين يشيله، جبت له اكسجين عشان اشيل عليه هيدروجين، فيطلع لي H2O او H2O2. يبقى انا جايب شيال اسمه الاكسجين، هاخد الهيدروجين اشيله من المركب واحطه على الشيال بتاع الاكسجين، هيطلع لي خدت هيدروجين حطيته على الاكسجين هيطلع لي HO، يعني H2O او H2O2. ده اول طريقه. امال ادي هيدروجينيز، ما انا بشيل هيدروجين بره. اه ده انا بشيل هيدروجين، بس بشيل هيدروجين واحطه على ايه؟ قال لك انا بشيل هيدروجين هنا برضه واجيب له شيال مخصوص اسمه ناد او فاد، هيشيله وهيطلع حاجه اسمها ناد اتش بلس اتش او فاد اتش. اذا في شيال معايا، في شيال جايبه، انما هنا الشيال بتاعي كان الاكسجين. فده الفرق ما بينهم. مش الاكسجين ده انا احط فيه اكسجين، احط اكسجين، ممكن احط اكسجينه واحده او ممكن احط اكسجينتين، تمام؟ وبالتالي في حاجه اسمها مونو اكسجينيز وحاجه اسمها باي اكسجينيز. مونو اكسجينيز واحده، باي اكسجينيز اثنين. الهيدروجين بيروكسيد ده هنتكلم فيه دلوقتي. طيب الاول انا هتكلم على الاكسيديز. ايه المثال اللي عندي اللي هيتكلم فيه على الاكسيديز؟ كأول مثال عندي لو انا بص مثلا هكون ووتر، او هكون طبعا هنا هكون منه ووتر او هكون اتش 2 او، مفيش امثله موجوده عليه، بس انا في اكسيديز كتير جدا عندي امينو اسيد اكسيديز، والقصه دي هتبقى من الاول، تمام؟ وبالتالي الفكره بس اللي اعرفها ان انا عندي هطلع اتش 2 او اتش 2 او. الديهيدروجينيز مش هذا المثال اللي عليه، انتوا لسه قايلين في الايزونزايز لاكتيك اسيد ديهيدروجينيز بيبقى ضغط مع السهم محطوط ايه؟ محطوط ناد ومطلع ناد اتش بلس اتش اسمه ديهيدروجينيز، ما قلتش لاكتيك اسيد اكسيديز. انا لو قلت لاكتيك اسيد اكسيديز يبقى هطلع احط اكسجين على السهم واطلع اتش 2 او اتش 2 او، انما ده ديهيدروجينيز. ما فيهوش مشكله خالص. الاكسجينيز بقى انا بحط اكسجين، هحط يا اكسجين يا اكسجين. لو حطيت اكسجين واحده انا خدتها على المركب كده اكسجين واحده. الاكسجين ده لو ما تدخل لوحدها كذره لازم تدخل ماسكه في حاجه. اسهل حاجه ممكن تمسك فيها هي الهيدروجين، فهتمسك في هيدروجين، فاكني بالظبط دخلت على المركب مجموعه هيدروكسيد جروب. وبالتالي احيانا بيسموا المونو اوكسجينيز هيدروكسيليز. اذا مونو اوكسجينيز ممكن يسموها هيدروكسيليز. ليه؟ لان الاكسجين الواحده عشان تدخل ما بتخشش لوحدها، مفيش ذره اكسجين بتمشي تدخل في المركب، بتاخد معاها حاجه، هتاخد الهيدروجين يبقى مجموعه هيدروكسيد يبقى انزيم اسمه هيدروكسيليز. اما الضيق اكسجينيز ده ما فيش اي مشكله، انا بدخل اوتو على المركب. طيب الهيدروجين اكسجينيز ده لو انا اتش 2 او اتش 2 او، انا عايز اخلص من اتش 2 او. انا بقول لكم الهيدروجين اكسجينيز بس ناسينا نقول كلمه ان عندي مثال السايتوكروم اكسيديز ده انا بطلع اتش 2 او، مثال هنا السايتوكروم اوكسيديز. السايتوكروم اكسيديز ما فيش مشكله، في مثال بستخدم فيه ماد ومثال بستخدم فيه فاد. ممكن استخدم الماد مثلا لو هحول اللاكتيك اسيد الى بايروفيك اسيد، ده لسه جاي المثال بتاع اللاكتيك ديهيدروجينيز، هستخدم الناد هنا. او لو عايز احول الفيوماليك اسيد الى ساكسيليك اسيد، كل دي امثله هتبقى في الميتابوليز، بحول فيها الفات الى فات اتش بلس اتش او فات اتش 2. ده الفات الناد والفات، تمام؟ عايز اقول بس كمان ان انا عندي فيه المونو اكسجينيز بستخدم او اتش، بحط او اتش فيعتبر هيدروكسيديز في نفس الوقت. طيب نخش على هيدروكسيديز كده بس سريعا عشان نشوف بقيه الانواع عشان عايزين نعوض. الهيدروجين اوكسيديز ده عندي فيه حاجه جديده. الهيدروجين اوكسيديز ده الفكره بتاعته ايه؟ ان انا عندي اتش 2 او 2 ما ينفعش اسيبها كده، فبحولها دايما الى اتش 2 ويطلع جوه. فطبعا ايه؟ الفكره العامه ان انا عايز اتخلص من اتش 2 او 2. قال لك انا عندي طريقه، في انزيم اسمه الكتاليز
بيعمل القصه دي، وانزيم اسمه البيروكسيديز بيعمل القصه دي، متخصص شويه الانزيم ده متعاقد مع ماده دي تشتغل معاها. الكاتاليست ده بيعمل ايه؟ ما بيجيبش اتش 2 او 2 واحده، بيجيب اثنين اتش 2 يشتغل على واحده ويستعمل الثانيه. ازاي؟ الاتش 2 او 2 الاثنين دول هيكونوا بتاع سلب بالكاتاليست انزايم ده، هيعمل ايه؟ الاتش 2 او 2 ياخد معاها كمان الاتش 2 من الماده الثانيه دي ويروح حاططها هنا. فاضل ايه؟ فاضل الماده الثانيه او 2 دي، والماده الاولانيه هتبقى اتش 4 او 2، يعني 2 اتش 2 او 2 اتش 2 او اللي هو اتش 4 او 2. تمام؟ ده الكاتاليز بكل بساطه، يستعمل ماده وياخد الماده الثانيه كهيدروجين دورة، يعني ياخد منها الهيدروجين عشان بعد اتش 2 او 2 يطلع اتش 2 او والاو 2 تطلع. البيروكسيديز ده بيعمل ايه بقى؟ ما بيهدرش حاجه، بياخد اتش 2 او 2 عادي زي ما هي، وهو انزيم متخصص شويه فبيتعاقد مع ماده اسمها جي اس اتش، بيجيب منها اثنين كل مره رخيصه وسهله وكويسه بيستخدمها. الاثنين دول بيعمل بيهم ايه؟ الاثنين جي اس اتش دول جمع عشان كل واحده فيها اتش زياده بره، ياخد الاتش دي اذا خد اتش، بس هو جايب اثنين جي اس اتش، يعني هياخد اتشين يحطهم على اتش 2 او 2 هيبقى اتش 4 او 2، اتش 4 او 2 هي هي 2 اتش 2 او، ويطلع الاثنين جي اس اتش دول الى جي اس اس جي. جي اس اس جي يعني ايه؟ ما هو كده جي اس اتش ماسكه جي اس اتش كده، تمام؟ لما شلت الهيدروجين ده الاس دي هتنزل في الاس دي، هيبقى جي اس اس، تمام؟ فيها مشكله؟ ده انزيم البيروكسيديز، دول الاثنين طريقتين بعمل بيهم الهيدروجين، الهيدروجين بيروكسايد بحوله الى ووتر، تمام؟ ده كان اول نوع اكسيدو لاكتيز. النوع الثاني هو الترانسفيريز. الترانسفيريز دول يعني ايه؟ از انزيم ترانسفير يعني انزيم لا. عندي فيهم ثلاث امثله، عندي اول واحد خالص اسمه ترانس جلايكوزيليز، والنوع الثاني اسمه ترانس فوسفوليز، والنوع الثالث اسمه ترانس اسايليز. طيب واحد ترانس جلايكوزيليز يعني ايه؟ يعني انزيم از ترانس بدل جلايكو يعني بدل الكربوهيدرات. يعني ايه؟ يعني لو عندي جلوكوز عايز اوصل الى لاكتوز بعمل ايه؟ بروح جاي المفروض الجلوكوز عشان يديني لاكتوز احط معاه جلاكتوز، تمام؟ طيب بجيبه ازاي؟ بجيب حاجه اسمها يو دي بي جلاكتوز. ايه يو دي بي جلاكتوز ده؟ يو دي بي ده عباره عن شيان بيروح يمسك الجلاكتوز ويجيبه ويجي. يبقى لو جبت الجلوكوز وحطيت عليه يو دي بي جلاكتوز يعني الشيان بتاعه ماسك الجلاكتوز، هيجي الشيال يطلع في الاخر كده لوحده، ياخد قدرته ويطلع، وهيفضل لي جلوكوز مع جلوكوز الجلوكوز اللاكتوز. ترانس فوسفوليز، ترانس فوسفوليز ده عباره عن ايه؟ يعني لو عندي جلوكوز عايز انقل فوسفور، يبقى الجلوكوز ده لو حولته الى جلوكوز 6 فوسفيت كده انا نقلت له فوسفيت. هنقلها ازاي؟ هنقلها بالانزيم بتاع الفوسفوليز انزايم. اي دي بي دخل وطلع اي دي بي، انزيم اسمه الكاينيز، الكاينيز ده هيحول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت، ده اسمه ترانس فوسفوليز. الانزيم الثاني اللي هو الترانس اسيليز، الترانس اسيليز ده اللي هو بعمل بيه ايه؟ بيبقى عندي فيه انزيم، بيبقى عندي ماده اسمها جلسوكسيدي فوسفيت، وده خدناه فيه الليفل. جلسوكسيدي فوسفيت ده لو جبت نقلت له اسايل او اي، اسايل قلنا يعني كلمه اسايل يعني فاتي اسيد، يبقى فاتي اسيد كده ماسك في شيال بتاعه اسمه او اي. جلسوكسيدي فوسفيت يعني ادي الجلسرول اهو الجلسرول، والثالثه ماسك فيها فوسفيت كده، تمام؟ لما نقله فاتي اسيد هيمسك فاتي اسيد هنا كده، يبقى المركب اللي هيبقى اسمه مونو اسايل جلسرول، مونو اسايل جلسرول، وهيطلع الكو اي ده في الاخر الى او اي اس اتش، ده قدرته اللي هي الاس اتش ويطلع او اي اس اتش. طيب اذا الجلسرول في الفوسفيت كده لو نقلت له اسايل هيديني مونو اسايل جلسرول، ده ترانسفيريزس. اخر اثنين في الترانسفيريز هما الترانس امايليز و الترانس ميسايليز، نفس الفكره بالظبط، الترانس ميسايليز والترانس امايليز. نبدا بالترانس ميسايليز، هل الميسايل دونر يبقى محتاج ميسايل دونر هيقل لي محتاج ميسايل دونر هيقل لي الميسايل دونر، تمام؟ الميسايل دونر ده احنا كنا قلنا قبل كده كان بيجي مثلا من 5 من 10
ميثايلين ان 5 من 10 تترا هيدروكليت لاحد الحاجات اللي بتتقل الميثايل جروب. ايا كان هيجي المثال اللي هيبقى الميثايل جروب، المثال ان انا ممكن احول امور ادرينالين الى الادرينالين دي مجرد ان انا اعمله ميثايل سي اتش 3. قبل ما نقرا ترانسميثايليز عندي ممكن ترانسميثايليز كمان ازود عليها احد امثله اس ادينوزايل ميثايلين. اس ادينوزايل ميثايلين ده في ميثايلين زياده، الميثايلين دي ممكن ناخد منها سي اتش 3 عشان استخدمها. بالنسبه لي ترانسميثايليز كده، ترانسميثايليز لو انا عندي مركب مثلا بالمنظر ده سي او اتش سي ان اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 سي او اتش، المركب ده كده لو جبت استخدم حطيت عليه مركب ثاني بالمنظر ده سي دبل بوند او سي اتش 2 سي او اتش، المركب ده اسمه ده اسمه طالما خمس كربونات كده واسد ده اسمه جلوتاليك اسيد. لو استخدمت كده وجيت حطيت ال NH2 دي بدلتها كده هنا وخدت منها الاو كده انا عملت ترانس ميثايليشن، نقلت الى ترانس امينيشن، نقلت الامينو جروب دي هنا وخليت دي سي دبل بوند او، يعني دي هتبقى سي دبل بوند او كده وهي مركب زي الاو تمام. وبالتالي هنا انا حولت الجلوتاليك اسيد كده الى الفا كيتو جلوتاليك، الجلوتاليك اسيد قصدي اللي هو ده الى الفا كيتو جلوتاليك. كلمة جلود دي بستخدمها لو لقيت المركب خمس كربونات في الامينو اسيد هتستفيدوا فيه المثال ده كتير قوي. عندي كمان الهيدروليزيس. الهيدروليزيس ده يعني ايه؟ كلمة هيدروليزيس جنب الهيدروليزيس. هيدروليزيس يعني هكسر حاجة. هكسر حاجة، فأنا عندي مثلا فيها الجلايكوزيليز، الجلايكوزيليز يبقى أنا هكسر الجلايكو، هكسر إيه؟ الكربوهيدرات تمام؟ عندي فيها استريز يبقى أنا هكسر الاستر بوند ده أنا بتكلم هنا على الليبيد، وعندي البيبتايديز، البيبتايديز ده أنا هكسر البيبتايد بوند أنا بتكلم على البروتين، يبقى في كربوهيدرات وفي ليبيد وفي بروتين. دول كده بالنسبة لي الهيدروليزيس اللي عندي تمام؟ ما ننساش طبعا ان الهيدروليزيس فيها البيبتايديز فيها هيكتوبيبتايديز اندوبيبتايديز واكزوبيبتايديز او اكزوبيبتايديز. الاندوبيبتايديز ده لو لقيت مثلا امينو اسيدز ماسكه في بعضها كده، لو انا كسرت امينو اسيد بالنص يبقى دي اسمها اندوبيبتايديز، لو انا قطعتها كده بالطرف كده امينو اسيد الطرف واحد ورا الثاني يبقى ده اسمه اكزوبيبتايديز، والاكزو كمان ممكن اقسمه الى امينو وكربوكسيل اكزوبيبتايديز. عندي كمان حاجه اسمها المايز، وعندي حاجه اسمها الايزوليز. الايزوميريز ده انا بحول ايزومر من الاول للثاني، يعني مثلا لو عندي مثلا جلوكوز عايز احوله الى فركتوز، الجلوكوز ده الجلوكوز والفركتوز، الجلوكوز ده قصده والفركتوز دول كيتو، الاثنين دول مع بعض، ده قصده ايزومر وده كيتو ايزومر، بحولهم الاثنين دي الايزوميريز. عندي كمان الايز، الايز ده ممكن في مثالين، في حاجه اسمها دي هيدراتيز والدي كربوكسيليز. الدي كربوكسيليز يعني هشيل كربوكسي والدي هيدراتيز هشيل ميه. تمام؟ هشيل ميه مثلا لو عندي الدي هيدروكسيد هشيل ميه، لو عندي المالك اسيد، المالك اسيد ده لو شلت منه ميه شلت منه اتش 2 او هيديني الفيومالك اسيد، ده احد امثله الدي هيدروكسيد انزايم. والدي كربوكسيليز لو عندي الهيستيدين شلت منه سي او 2 كده هيديني الهيستامين، ده دي كربوكسيليز. عندي اخر نوع خالص نوع اسمه لايجيز امايو كروتاميكوليزي وكروتاميكوليزي ماشي. اخر نوع خالص هو اسمه اللايجيز. اللايجيز ده عندي هربط حاجه مع حاجه ثانيه بنزين اسمه لايجيز جاي من كلمه لايجيشن تمام. وبالتالي عندي فيها حاجتين، لو هربط جلوتاميك اسيد مع امايو ان اتش سي كده هيديني جلوتامين. لما كنا حتى بنقول الجلوتامين عباره عن جلوتاميك اسيد دي امايو كانت في الميتابوليزم بتاع البيرين وبيرين، وبالتالي الجلوتاميك اسيد مع امايو هيديني جلوتامين. في حاجه ثانيه ممكن برضه سي او 2 عندي اسيتايل او ايه كده اسيتايل او ايه، لو ربطت معاه سي او 2 هيديني مالوناين او ايه، وده برضه هتلاقوا كتير قوي موجود في الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات والليبيد والبروتين. اتمنى يكون جزء الانزايمز مفيد. شكرا. على ثلاث دقائق يا جدعان صح؟